السلام عليكم. في هذا اليوم عمل السيد وزير الداخلية هورست زيهوفا لقاء صحفيا مع الصحافة في مقر وزارته وزارة الداخلية، وعرض النقاط 63 الخاصة بقضية اللجوء في ألمانيا. نعرف بأن هذه النقاط وهذا البرنامج الذي عمله السيد وزير الداخلية كلفه خصاما وصراعا قويا بينه وبين السيدة ميركل التي رفضت فيه بعض النقاط. هذا الصراع أدى، يعني كان قريب أن يؤدي إلى انهيار الحكومة عندما هدد السيد وزير الداخلية بأنه سوف يقدم استقالته من وزارة الداخلية وسوف يقدم استقالته من الحزب. طلبت منه السيدة ميركل تعديل بعض النصوص، لكن السيد وزير الداخلية لم يعدل شيئا. سوف ننتقل الآن إلى صحيفة الفيلت. صحيفة الفيلت، وكما كالعادة أضع لكم الرابط أسفل الفيديو. هنا يوجد أيضا فيديو للسيد وزير الداخلية يتحدث فيه حول الأمر، وهنا شرح في هذا، يعني في هذا اللقاء الصحفي، هذه النقاط، لكن ركز بالخصوص على نقاط خمسة، وهذه النقاط الخمسة هي التي نرغب بالتكلم عنها، لأن هذه النقاط الخمس هي التي تعتبر من أهم النقاط التي يرغب السيد وزير الداخلية الاشتغال عليها مع اللاجئين، والاشتغال عليها من أجل يعني إصلاح قضية اللجوء والتقليل من اللجوء. النقطة الأولى التي سوف نتكلم عليها هو أن السيد وزير الداخلية يتكلم عن أمرين مهمين، الأوغدنونج والهومانيتيت. الأوغدنونج يعني به بأنه يرغب بأن يعيد، يعني أوغدنونج يعني أن يحقق يعني الترتيب، ترتيب الأمور، وأن يكون هناك نظام وانتظام، يعني نظام، وأيضا في نفس الوقت تكون هناك إنسانية. كيف ذلك؟ يقول بأنه التفكير يجب في البداية أن يكون عبر غلق الحدود وعبر يعني التقليل من اللاجئين، يعني يجب علينا أن نغلق الحدود، نقلل من اللاجئين، ونهتم باللاجئين الذين يوجدون عندنا حاليا، وخصوصا اللاجئين الذين عندهم إقامة، ويسمون هنا بألمانيا بلايبغشت، يعني اللاجئين الذين سوف يحصلون على إقامة. هؤلاء اللاجئين يجب أن نفكر فيهم، ويجب أن نساعدهم على الانتغراسيون عبر الشغل، إعطائهم حق عمل، مساعدتهم على تعلم اللغة إلى آخره من الأمور، قبل أن نفكر بجلب لاجئين جدد. إذن السيد وزير الداخلية نقطة من أهم نقاطه غلق الحدود، عدم السماح لعدد كبير وجديد من اللاجئين أن يدخلوا، ويرغب بالتفكير حاليا فقط باللاجئين الذين يوجدون في ألمانيا بأن يساعدهم على الاندماج. نقطة ثانية مهمة يرغب السيد وزير الداخلية الاشتغال عليها هي الاهتمام بهيركونفتسليندا، الدول التي يأتي منها اللاجئين. يرغب أن يعرف الدول التي يأتي منها اللاجئين، وهذه الدول يفكر السيد وزير الداخلية بأنه يجب علينا الاشتغال مع هذه الدول عبر مشاريع هناك، عبر تحسين أوضاع الناس هناك، كي لا يفكر الناس بالقدوم إلى ألمانيا. يعني يرغبون أن يرون من هذه الدولة، مثلا من العراق يأتي عدد كبير من الناس، من سوريا يأتي ناس، من المغرب يأتي ناس، من الجزائر ناس، من تونس ناس، من مثلا مصر يأتي ناس، من الكونغو، من السنغال، من إيران، من أفغانستان. أوكي، هذه الدول سوف نسافر لها نحن كحكومة، نلتقي هناك مع أعضاء الحكومة، نعمل معهم مشاريع، نعمل معهم معاملات إلى آخره من بين هذه الأمور، كي لا يبقى الناس يفكرون نأتي إلى ألمانيا، يعني كي يستقروا في بلادهم. نقطة ثالثة مهمة يرغب السيد وزير الداخلية الاشتغال عليها، يعني هو يقول بأنه لا يفكر بحل وطني فقط، هو أيضا يرغب بأن يكون الحل على صعيد الاتحاد الأوروبي. لذلك السيد وزير الداخلية سوف يسافر هذا اليوم إلى مدينة بروكسل، بروكسل عاصمة بلجيكا بروكسل، وهناك سوف يلتقي بوزراء الداخلية في كل البلدان، وسوف يأخذ معه هذه النقاط وسوف يتدارسها مع وزراء الداخلية
كي يكون كل وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي متحدين على كلمة واحدة. إذن السيد وزير الداخلية يرغب بحل يكون على صعيد كل دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط وزارة الداخلية في ألمانيا تشتغل هكذا، لكن وزارة الداخلية في إسبانيا تشتغل غير، يعني يرغبون أن تكون الكلمة موحدة لغلق الحدود ويتحدون على كلمة واحدة. نقطة رابعة ومهمة وهي التي أثارت الخلاف، تحدث عن ما يسمى بأكاد سنتخن. أكاد سنتخن هي الهيمات التي سوف تتواجد على الحدود، وأكد وقال بأنه يجب التعامل بحزم مع الناس الذين بصمين، عندهم بصمة دوبلين، عندهم البصمة في هنغاريا، في سويسرا، في النمسا، في إيطاليا، في إسبانيا، في اليونان، في أوكرانيا، لا أعرف أين، أوكرانيا ليست في الاتحاد الأوروبي، يعني في أحد دول الاتحاد الأوروبي دخل في دبلن، هاد الناس ممنوع عليهم يدخلوا ألمانيا، سوف يمسكوهم على الحدود، يخليهم ويعني يمسكهم ويبقون في هذا الهيمات على الأقل 48 ساعة. في 48 ساعة سوف يتحدد عندك بصمة، لن تدخل ألمانيا، ارجع من حيث أتيت. ليست عندك بصمة، تفضل ادخل إلى آخره. هناك أنت من دولة آمنة، أو أنت شخص أتيت هنا فقط من أجل تحسين وضعيتك الاجتماعية، جئت لألمانيا لأنه فقط بلدك فيها فقر، نحن آسفين، حتى لو لم تكن عنده بصمة، نحن آسفين، لن تدخل إلى ألمانيا. هكذا يرغب السيد وزير الداخلية، يرغب ب أن يعمل مثل الغربال، يعني مثل تصفية، يصفي الناس اللي عندهم بصمة، الناس اللي أتوا إلى ألمانيا بسبب تحسين وضعهم الاقتصادي، جو من دول فقيرة، جو كذا وكذا، ارجعوا إلى بلادكم لن تدخلوا. الناس التي أتت من الحرب كذا كذا هي من تدخل إلى ألمانيا، إذن ستكون النسبة قليلة جدا هي التي سوف يسمح لها بالدخول إلى ألمانيا. أصدقائي، النقطة الأخيرة، ده ماستر بلانس لوزيوفا أن جزمت كونسبت، قال بأنه هذا النقاط اللي هي نقاطه هو الشخصية، وأنه يرغب بأنه تلك النقاط يشتغل عليها، أو هو سوف يشتغل عليها، ليس جملة، يعني ليس في هذه اللحظة كل النقاط سيتم الاشتغال عليها، لا، هو يرغب فقط من أنه تلك 63 نقطة هذه السنة يركز فقط على 5 نقاط مهمة، السنة المقبلة سوف يضيف لها نقاط أخرى، يعني هو لا يرغب بأن يدخل كل النقاط ويشتغل على كل النقاط لحظة واحدة إلى آخره. وأيضا لعلمكم هو قالها، قال بأن هذه النقاط هي نقاط خاصة به، وقال أنه هو بنفسه من كتبها، يعني لم يتكلم ولم يعني ليست هذه النقاط ليست نقاط متفق عليها مع الحكومة، يعني حزب الاس بي دي الاشتراكي لم يعطي رأيه في هذه النقاط، حزب السيدة ميركل لم يعطي رأيه في هذه النقاط، يعني هذا نلاحظ بأنه السيد وزير الداخلية يشتغل لوحده، وهذا أمر أيضا خطير جدا، خصوصا أن الحكومة يجب أن تشتغل مع بعض ويجب أن تتفق على كلمة واحدة. الآن الأمر في يد السيدة ميركل مجددا، والأمر الآن في يد الحزب الاشتراكي وفي يد رئيسة الحزب الاشتراكي الاس بي دي السيدة ناليس، هل سوف توافق على أن السيد وزير الداخلية يخلوه يشتغل لوحده كما يحلو له، أم أنهم سوف يعملون ضغط عليه؟ المشكل هو أن هذه الحكومة أصلا متخوفة أن تعمل ضغط، متخوفة بشكل رهيب جدا. لماذا متخوفون أن يعملوا عليه ضغط ويقدم استقالته؟ ولأنه هو رئيس حزب السي اس او البافاري، خايفين ويخافون أنه ينسحب من الحكومة وتنهار من الحكومة. كل هذه الأحزاب تخاف من انتخابات مبكرة، لأنه تنتظرها خسارة برلمانية كبيرة. كل هذه الأحزاب، عملت لكم فيديو قبل يومين عن آخر استطلاع للرأي، الثلاث أحزاب لا يصلون مع بعض إلى 47%، يعني كما يقولون الناس بالعامية، مشات عليهم، راحت عليهم. يجب عليهم الآن أن يفكروا ويجلسوا مع بعض ويتحدوا ويفكروا بأمور جدية، وكفى خلافات، لأنه لاحظوا بأن الخلافات والصراعات
أدت إلى نزول شعبيتهم في ألمانيا. كان هذا هو يعني رؤية لما حصل هذا اليوم في مدينة برلين. شكرا لكم، السلام عليكم.